عندنا حاجة اسمها السب أرخانويد سبيس. واخد بالك معايا؟ أنا بتكلم من علم تخرجوش ولا إيه؟ معلش يا دكتور، الارخانويد قلت بتعمل ايه عشان الميتنج فصل؟ ايه انت كتبت اندو؟ الأرخانويد دي اللي فيها CSF يا صاحبي. كونتينيوس CSF. يعني بيحصل يعني إيه؟ ان السي اس اف بيمشي ما بين البيه والارخانوات، تمام؟ تمام. اصلا مين اللي بينتج السي اس اف؟ مين اللي بروديوس؟ دي حاجه تاخدوها في النيورولوجي، الكوردا بلكسوس. الكوردا بليكسوس ازود حاجة، انا اسف انا رخ، بس برضو دي هتفيدكم في حياتكم. سي اف ده ترانسبيرنت، يعني كارلس. يعني لو صابوا اي لون تعرف ان الراجل اللي عنده عدوى. اتفقنا يعني ايه؟ مش فاهم. اتفقنا يا مش دكتور. يعني يعني هو لونه صافي، قشطه. الميه مش بيقول لك اللبن لو اتعكر ما يتشربش؟ اه تمام. تمام. برضه عندنا مين اللي هو السب ارخانويد يعمل ترانسبرنت ايه؟ هو اصلا لو ترانسبرنت كلر، كلرلس فلويد، يعني مش ليه لون، ملوش اي لون خالص. طيب احنا اتكلمنا على الارخانويد. الارخانويد هي الطبقه نفسها، تحت الطبقه دي حاجه اسمها السب ارخانويد، تحت السب اللي هو السب ارخانويد دي هي بقى اللي بيمشي فيها السي اس اف فعليا، وفيها الارتريز، وفيها ايه تاني؟ النيرف. عندها ارتري كمان والنيرف، عشان كده بتعمل سب دورال هيماتوم اعتقد. يبقى دورال لا، سب دورال تحت تحت فعلا. يعني الارخانويد بتبقى فيها السي اس اف، والسب خرانويد سبيس بتبقى فيها السي اس اف والارترز والنيرفز. احنا الارخانويد دي هي الطبقه اللي بعد مين؟ بص بص، واحنا لو هنمسكها البريم متغطي بالبيا ماتر، تمام؟ اتفقنا؟ مغطي البيا ماتر الارخانويد ماتر، تمام؟ بين الارخانويد والدورا ماتر في حاجه اسمها السب ارخانويد. تمام. يعني السي اس اف في الارخانويد كلها. استنى بس نتاكد من المعلومه دي لانها اتلخبطت شويه. سكرين، خلينا نجيبها على الرسم. كروم فين مثلا؟ الرسمه بتسهل برضه. كل شايف الصورة؟ أنا شايفينها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ده البريك. ده البرين تيشو، تمام؟ ده البرين اهو. تحته اللي هو مكمل معاه بقى البيا الام الحنونه اللي بتحضن البرين، تمام؟ كمل معايا. اللي بعده ارخانويد ماتر اهي،
الطبقة اللي ما بين البيا والأرخانويد اسمها السب أرخانويد سبيس. هي دي هي دي. بص بص عاملة ازاي الموف دي اللي انا عمال الون فيها. يعني في طبقة كده مثلا، خلينا نعملها بالكلر مثلا نوضحها اكتر. يعني مثلا خلينا نقول ده مثلا كده اهي مثلا، تمام، وده مثلا تمام كده، تمام. دول مثلا طبقتين. يوه ما علينا، اعتبر ان دي ازرق يعني مثلا. يا دكتور المفروض زي ما انت قلت كده، اول حاجه البريم من جوه، بعدين من بره البايا ميتر. اي ماشي، بس سيبني بس اعملها اسهل كده كده. ده مين دي يا معلم؟ دي دي السبعه الصرخانات. سبيس. يبقى هنا جوه طبقه وهنا جوه طبقه، يبقى هي دي مين؟ السب ارخانويد اللي فيها مين؟ السي اس اف والنيرف والارتر زي ما انتم شايفين. تمام 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 جدا. نيجي برضو الثانيه السب دور المطر. CNF والارتري والنيرف في السب ارخانويد DSF CSF CSF يا حسب CNF CSF سوري سيربوسبينال فلويد سيريبرال سباينال فلويد. تمام، موجودة في السب ارخانويد سبيس مش كده؟ اه اوفيشلي. عايز اعمل سكرين تاني. انت عارف انا مش هطلعك يا حازم، حتى لو هتنيل اخر باي بس هفتكرهم بقى. هفتكر انا لازم مثلا مثلا هنكون خلصنا صفحة 6 في الملخصات اللي هعملها، يبقى فاضل لي 7 و8 ما دخلتوش فيهم ولا كلمة. لا خدته في 8 البروزين كيفالون داين كيفالون، وكنا هنتكلم في التلامك ما تكلمناش في التلامك. تمام يا دكتور، معانا وقت بس اتفضل. حد فتح المايك تاني غيرك يا غيران؟ هو بليغ، حد يفتح المايك. هو بليغ في واحد كان بيتكلم جنبه بس. بليغ هو ركز مين بيتكلم جنبك. في واحد انضم يا دكتور جديد، احنا كنا 8، في واحد انضم جديد فممكن المايك يكون بيتفتح. طب ركزوا محدش يفتح المايك لو سمحت. يا دكتور لو سمحت. نعم نعم يا بابا نعم. الطالب اسمه احمد ده رفع ايدي، شوفه محتاج، لو محتاج حاجه. حاضر حاضر، سيبني بقى اركز بالله عليك. طب هات المنجز دي مهم. سيف ايمج. مين اللي رفع ايده قبل ما اعمل بتاع عشان ايه اشوف الحل؟ احمد سات. لا يا باشا مش عندي. احمد سينوسي. مين احمد سينوسي؟ مين استاذ احمد سينوسي؟ احمد سينوسي انت معانا احمد اصلا؟ انت معانا يا احمد؟ مفيش حاجه. انت معانا اصلا احمد؟ علي 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 مكتوب علي بس. ماشي انا ما اعرفش، حكيت لكم عن الساجيتال سينوس ليه بس فاكر ان انا قلتها قبل كده. قلنا ما بين الاكزافيتالس والبارايتال حاجه اسمها الساجيتال سينوس انا اهو. تمام، الارخانويد فيلاي والمايكرو فيلاي. فيلاي ده اللي هو الطالع والناس هنتكلم عليه بروت، مالناش دعوه بيها دلوقتي. احنا مش لينا دعوه بالساجيتال، مالناش دعوه بالسكال، مالناش باي حاجه دلوقتي. احنا عايزين نمسك الايه المننجز. اتفقنا يا صاحبي؟ وانا صاحبي يعني معروف بليغ انا واصحابي. تمام. اول حاجه تحب ابليه نمسكها جوه بره بره جوه، مسكال بره مسكال جوه، ولا من بره السكال؟ اختار مين يعني مثلا من فوق يعني ليك ليك كذا ترتيب. من بره لجوه، من بره لجوه، من بعد البرين لحد واحنا بره صح، ولا من السكال لحد البرين؟ من السكال لحد البرين. طب حاضر، السكال اهو
عندنا الام الجافيه اللي بعد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يعني واحد عندي كان بيحكي لي، انا وعدت ان انا هعمل مشاركه بينكم بين عمليه انا خدت الشرف فيها بان انا اكون مساعد واحده من احسن العمليات اللي شفتها في حياتي. يعني انا حضرت عمليتين سرطان، العمليه الاولى اورتوبيدين الابدومينال ارتري زي عرفنا بالسوبيريا من زنتريكا انفيريا من زنتريكا الابنتيكولاريس، ده كله مهم جدا. تمام، نرجع تاني نتكلم في الايه في الدرس بتاع النهارده. تو انا لازم ارخم على حازم النهارده، انا لازم ارخم. خلصت. المهم نرجع نتكلم تاني الاسكال. خلاص خلصنا الاسكال، الدورة ماتر، الام الايه الام الجافية. انتوا ساكتين ليه؟ نور يا دكتور. انا بصراحة انا مش هسيبك النهاردة. مش هتسيبني انا ليه؟ عشان احنا لازم نتكلم في موضوع اكتر، موضوع العملية. طيب تمام، بروستيريال لير ومنينجال لير. تمام، ده تبع الدورة ماتر، احنا عايزين السب دورة السبيس ده. عرفت فين هو؟ دي الارخانويد ودي الدورة، ما بينهم اللي هم مين؟ السب دورة. طب الارخانويد اهو والباقي اهو، اللي بينهم السبيس اسمه السب ارخانويد. اتفقنا؟ اتفقنا. خد يلا خد يلا بتفكر، تعالى بس كده انت، تعالى لي بس، اقسم بالله ما بهزر، تعالى هنا. مين بالظبط؟ حازم. في غير بيفكر عند ماتش، هاتها من جوه كده لبره، من البرين لحد الاسكال. حاضر. لازم نتعب، لازم نتعب علشان نحس بالحياة. طيب بما انك انت عسل معايا وسألتي وانت حظك نحس، ما كانش نفسي حد يسأل عشان اسألك. قلنا الوايت ماتر البرين تبقى اسمها ايه والجراي ماتر اسمها ايه؟ تكتب هنا تكتب هنا. عارف يا دكتور، اقولها سريعة عشان بتحب السريع اهو. قولها بسرعة. الجراي نيرف سيل والوايت نيرف فايبر. طيب ماشي، ده انا عرفت دكتور. معلش كده بليغ، عيد لي تاني، انت قلت الفايبر مين يا دكتور؟ اللي هو النيرف فايبر وايت. شاطر، يلا نيرف سيل. ايوه صح، لا صح، انا عارف بليغ، انا بهزر. لا هو انا جاي اقول لها لقيتني فالمايك مقفول حتى عند النيرف سيل كمان. النيرف فايبر يا بليغ، كان مثلا نتكلم بقى في اورجن بقى، قول لي بقى جوه ده مين هيبقى مين؟ نير فايبر سريبرم. خلاص باشا بلخبطك، الوايت سريبرال ولا ميدالا؟ ميدالا. شاطر، ده حازم. انا عارف صوت ميدالا يا حازم. انت فتحت المايك انت يا حازم؟ فتحته حالا. حازم واد صعبه ما بيرحمش، انت عارف، قلت لكم قسما بالله ده جلاد جلاد الاسئله. اول واحده هتلاقوه جاي في الكروك بدرجه ما شاء الله، مش هيبقى الله اكبر. حتى يدوس عليها. في ايه يا دكتور؟ انا قلت يا ابني ما شاء الله، انا احسدك. ربنا يستر والله. انا احسدك ولا ايه يا ابني؟ انا مش قلت ما شاء الله بليغ؟ قلت والله، قلت انا شاهد. طب والله قلت والله يا دكتور، احسن منك يا عم، انا غلطان. لا يا دكتور والله، ان شاء الله يسمع من فوقك ربنا والله. قول يا رب. اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ، كملي. كمل ايه؟ خلاص عرفنا البرين، بعدها ايه؟ ايوه يعني عايز ايه يعني اقول لك يعني الطبقات من جوه لبره؟ انا متعود ان اللي بيسال هيشتغل معايا، انا مش شغال انا هنا يعني. لا معايا حضرتك تشتغل. اسمها ايه حضرتك؟ اسمك ايه اصلا؟ هي مصر. انت مين؟ انت مين معانا في الجروب؟ انا اسماء. انت الاستاذه اسماء. تمام. نعم. بيا ماتر. واحدة جايبة درجة عالية فجاية تتنطط عليه. ماشي، بيا متر. طيب اللي فوقها بقى أركانويد متر. اللي بينهم بقى سب أركانويد.
حضرتك ماشية صح ليه يعني مضايقة نفسك صح؟ لا طيب أصلها حسيتها من جوه لبره أحسن. طب ما هي أحسن برين بيا مطر بعد البيا مطر عندك. ما انت ما انت ممكن طيب. تعملها من جوه لبره بره جوه مش ليها اي 30 لازمه اصلها سهله يعني مثلا انا خلاص برين خلاص عرفت ان بره في وايت ماتر وجراي خلاص ماتر، خلاص الوايت ماتر ميدالا جراي ماتر سيربيرال كورتكس، بطلع فوق بقى خلاص انا طلعت تقدمت البيا ماتر الام الحاضنه الام التي تحتضن على مصر هي الام الحاضنه، فمصر هي خلاص البيا ماتر ماشي. اللي شعر في مصر. بعد كده تتطلع الى الارخانويد ماتر، بينها وبينهم السب ارخانويد سبيس اللي فيه السي اس اف والنيرفس سيل والارتيريا وكل حاجه. بعدين نطلع تاني لحاجه اسمها ايه، نطلع اللي هو للدوره مطر اللي هي قويه الناشفه الشديده اللي ممكن اللي بيحصل فيها اللي تحتها حاجه اسمها السبدوره الهيماتوم اللي هي فيها السبدوره السبيس اللي بيحصل فيها السبدوره الهيماتوم دي فايدتها اللي ممكن يحصل ان السبدوره اللي تتقبن عشان تتفتح عشان لو في خبطه جامده تمتصها. فهمت يا دكتوره اسماء تقريبا؟ اسماء ضاحي تقريبا ضاحي دكتوره. تمام طيب شكرا يا فندم. ركزي حضرتك شايفك مش مركزه معانا في الحصه. لما تيجي تتسالوا يا حازم تمام لا لبالي انا بحب انطق اسم بالي السبدوره السبيس دي بوتنشال سبيس دي حازم سألوك في الجامعة ولا حاجة عشان تنجح البوتنشال سبيس. طب احنا كده خلصنا صفحة 6. بليغ بليغ. ايوه دكتور ايوه دكتور. فين بليغ؟ انا بكتب بس. لا اتكلم معاك كده بني ما تزعليش منك. لا انا هنا ما تخافش. الدور السبيس يا دكتور بتعمل ايه؟ دي بوتنشال سبيس يا صاحبي لما قلت لك بيحصل السبدوره الهيماتوم ده والله العظيم انت اللي رخمت على نفسك والله روح اجيب لك السبدوره الهيماتوم اقعد اشرح فيها بقى. بص ودي اصلا ما هي رخم رخمه طويله اصلا بس انت بقى ايه انا هعرفك ايه ماتش مش ماتش شغال شوف بقى من الاخر ماتش. بص لو سحر وشع عاوز هتلاقي مكتوب سب الدور هيماتوم شوف والله العظيم انا اللي قلتها والله مش شايفين حاجه يا دكتور راد والله ما انا مش نسيت عشان انا مش عامل حاجه اسمها ايه شير سكرين شفت انا حويت. تعالى حاس هذا اتفضل ادم اتفضل. ازيك يا معلم الاخبار حبيبي كوبايه شاي اتفضل. لا العظيم ثانيه واحده بس تايب اوف بليدنج ازاي مش فاهم سبدوره يعني ايه هيماتوم هيماتوم اصلا يعني بليدنج دلوقتي يا حبيبي بس سبدوره الهيماتوما دي ايه تايب اوف بليدنج كوليكشن دايما بيكون هو اصلا دور الهيماتوما مش سبيس سبيس اللي هي بوتنشال سبيس هو قصده كده صح. اي والله عليك الحجم ده بقى مركز معايا. يبقى احنا عرفنا ليه وظيفته ده بوتنشال سبيس يحفظ يعني عارفين انتوا لما خلاص اتخبط الدوره فعشان ما يخشش يعني ما هو خلاص دوره يبقى داخل على العنكبوت الارخانويد اللي فيها الارتيريا وسويك فربنا سبحانه وتعالى عامل لها بوتنشال سبيس يتفتح او يحصل له يتمدد شويه لما يحصل فيه مثلا كوليكشن اوف بادي او الكلام دوت او خبطه شديده ممكن تحصل فين السبدورال هيماتوما. Can you survive؟ اعتقد الواحد بيعيش. If you have subdural depends on your age severity. لو هو كبير اكيد اي حد كبير بيروح فيها يعني. مش ليهم دعوه فيها انا عايز اديهم حاجات ثانيه يعني. دي حلوه بتاعت الستروك دي. الدكتوره ساعدتني فيها. السبدورال هيموريدج ممكن 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 يعمل يعني بوتنشال يكون في بليدنج فيخلي يقدم عندنا حاجه اسمها السبدوره يدينا السبدوره سبيس دي بتحفظ الدورا ماتر من بوتنشال هي بوتنشال سبيس اسمها كده هي عباره عن بوتنشال سبيس. نرجع نتكلم ونتكلم على ايه تاني الله اعلم يلا بينا نكمل.
صفحة 7. انت ما قلتش التايب الثاني من التراكت اللي هو الباراميدال تراكت، قلت الكورتيكو سباينال، ما قلتش الثاني. ماشي يا حازم، هو ماشي واحدة واحدة. تمام يا حازم، ده الكلام ده لسه قدامي يا حازم، ده لسه انا ماشي رجعت ماشي تاني يا حازم لانترودكشن اوف نيورو اناتومي من اول وجديد، لان في تمام حاجات في صفحه 7 8 ما تخطوش. يعني مثلا انا المفروض دلوقتي هبتدي اتكلم عن ايه اللي عليها في الكروك دلوقتي، على هتكلم على الجيراي وعلى السالكس، ايه الفرق بين السالكس وبين الجيراي، وهتكلم على البري سنتر جايروس والبوست سنتر جايروس. فهمتني يا صاحبي؟ تمام تمام يا دكتور. ونتكلم شويه على البين اوف تايب اوف سنسيشن، الاكستيرو سيبتيف والانتيرو سيبتيف، اللي هو بين تمبريشن بين اكروتش الكروتش تاتش كده. راجل والله لسه فاكرين ترجعوا الميه، يعني عالم زباله. وانا عايزين معايا اخرس يعني، انت اخرس انت كمان. طب ده ايه؟ ترسمها صح؟ اشك فيكم. ليه رسمتها صح يا؟ لا يعني حاسس انك رسمها صح والله، مش عارف ليه. لا لا مش حلو برضه، معوق. ايه المخبى الجاي؟ اسكت يا حازم، هتعورنا عورك يا حازم. ها لا اتفضل، واللي بيته من ازاز ما حدفش نفسه بالطوبه. حازم كمل يا دكتور كمل. تاري يا بقى على رسمتي، خليك ترسمها انت. بص بصراحه برضه ليه حق التاري يعني. ده البرين صح ولا لا؟ ده البرين يا ستو سيربرال كورتكس يا يد يد يا باشا، عشان خاطر حسسني ان انا موجود. انت مبسوط بنفسك يعني؟ خلاص مبسوط؟ طيب ماشي. البريم مقسوم كده يا شباب، ايه ده؟ ليزر بقى وشغل حركات وفي شخنات. لاترال سالكس تمام، والسنترال سالكس. ان شاء الله تكون في، اجيب لكم انا الرسمه الحقيقيه، ربنا يكرمنا احسن عشان ما محدش يضربني ولا حاجة. طيب مبدئيا كده بقى، ما انا مش عارف. انت عارفين تلفيف المخية؟ اها انا ماشي، بس انا ماشي صح صح، مش عارف حد فيكم حاسس ان هي ماشي صح. تمام تمام، نعتبر ده فرونتال مثلا، ده اكزيبيتال، ده بارايتال، ده اكزيبيتال كده كده، ده لاترال سالكس، ده كده اللي على الجنب، ده لاترال، مع انه المفروض يكون تحت شويه. طب انا هقول المفروض انزله تحت شويه، انا عويل شويه شاطر تحت كده، كنت كده تحت، ايوه كده، ده اللاترال سالكس. الراجل هنا قال لك بقى ايه؟ الراجل قال لك الابر ريجون اللي هي في التلفيف المخيه، مش هي حاجه طالعه. بص التلفيف المخيه عباره عن ايه؟ صح كده، حاجة طالعة حاجة نازلة، حاجة طالعة حاجة نازلة، حاجة طالعة حاجة نازلة، صح؟ تمام. فقال لك الأبر ريجن، أخرس يلا بقى. لك الأبر ريجن يا عم حازم، هنمسك الكروكتيتو بقى. إيه بقى؟ يا دي الجايروس. طب السالكس يا اللور ريجن. اتفقنا؟ اتفقنا؟ لا عيدها تاني معلش. تعالى يا دكتور. الريجون الابر ريجون يعني لما بيطلع في تلفيف مخيه فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت، صح؟ تمام. فوق جايراي، تحت سالكاي. طب اكتب سالكاي كده. سالكاي صحيح. اس يو ال سي يو اس. نكمل. هجيب لك انا الجراي ولا اقول لك انا هجيب لك الجراي والسلقاي دلوقتي احسن؟ ايه انا كده شرحتها، اروح اجيب رسمه على طول، رسمه احسن مني برضو، ناس مؤدبه ناس محترمه كده، ايه
ناس كمال كده تحسهم مش رسمهم زي رسمي، بس رسمتي حلوة. ها رسمتي ايه حلوة يا حازم انت سامعني؟ لا لا يا صلاة على النبي، يعني صلاة على النبي بجد. المرة التانية لما رسمت الأبر واللور ريجن ظبطت الدنيا. طيب نروح بقى نجيب لك البتاع عشان ايه، خدوا بالكم ان احنا قربنا على التراكتات، عبير التراكتات هتسمع التراكتات كلها. ازيك يا عبير؟ كويس يا دكتور. نعم مبسوطة معانا في الكورس يا عبير؟ أيوة بس بسرعة بأمان عشان عندي امتحان بكرة وعايز أذاكر. ذاكر، شفت شفت خلاص الدنيا راحت عليا يا جماعة والله. بقول وظائف السلقس والأجاز لما تشوف السايكس في الجالس يعني عارفاهم، بس بقول وظيفهم. طب لا ده انت عايز عشان تتكلمي الفرونتال سوبيريال والكلام دوت؟ لا 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 ده مش في حصة النهاردة ان شاء الله. بص يا معلم، بص يا صاحبي، ده اللي طالع ده كده اسمه الجايروس، فرونتال جايروس. راح فين ده؟ جايروس اوف برين، بري سنتر جايروس والبوست سنتر ده هنتكلم عليه، والسالكس ده هنتكلم عليه برضه، مالناش دعوه بيه. اه ده سدد اتكلم على السالكس، اه السنترال سالكس والبري سنترال جايروس. اهدى بقى عليه، اهو بري سنتر جايروس. فين البوست بقى؟ ما علينا، هو حط البري، المفروض يكون حاطط البوست قبلها. احنا ممكن نجيب البوست نستنتجه، احنا هو راجل محترم كده. خلاص بقى طالما ده البري اللي قبل يبقى ده البوست. تمام، احنا بقى نكتبها كلها كاملة، جايروس اند سالكس اوف البري. تسلم. شايف عم بلاقي؟ شايف يا حازم؟ شايف يا دكتور. فين السالكس؟ فين الجايروس يا حازم؟ جايروس فوق اهي باينة على ايد اليمين، والسالكس من تحت. يعني انت باينة صح. تمام، المهم اللي عندها السنترال سالكس. السالكس هات لي بقى الانستركشن دي، فتحي باينة مش يا سلام. بس كده اعرف اهي الجايره طالع لفوق، والسلكل تحس ان هو خط ماشي مع بعض، ده السريبلم وده التلات دي داين كيفرن ترامس وهايبوترامس مش هيجي نتكلم عليه، والسريبلم وده الابلينجيتال. الفيزورة دي، فين يا حبيبي؟ الفيزورة دي الفيتشرز الفيشر دي تقريبا. اها طيب ما دي بيطلع منها يا معلم من النرفات حاجه زي كده. دي اللي هي المنطقة دي المفروض اللي هو مشاور عليها، المفروض اللي هي منطقة البروك اريا، مش كده ولا انا غلطان؟ بروك اريا هنا يا بابا، هنا كده الناحية التانية، فين؟ الناحية التانية. اوكي انا كده خدت اللي انا عايزه، وكده انتوا فهمتوا مبدئيا يعني ايه الجايرس. مشكلة الاستاذ عبيري اللي فاهمه الجايرس. ميديا لانجوتيدال فيتشرز اللي انت سألت عليها، ده بقى اللي بيفصل الليفت والرايت برين هيموسفير اهو. لانجوتيدال فيتشر از السلكس ذات سيبريت ده، يبقى انت سألت على ده، سألت على ده تقريبا. ده اللي بيفصل الرايت عن الليفت، مكتوب كده. مبدئيا
الميتنج هيقفل يا دكتور.